السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة من قناة فن الرسم الحاتم المصري. هنبدأ ان شاء الله بالرسمة البورتريه بس بطريقة سهلة جدا وبسيطة عن طريق رسم 3 دواير. هنبدأ نعملهم دلوقتي. زي ما انتم شايفين جيت مسطرت الدواير وهبدأ اعمل 3 دواير موازية للخط اللي انا عامله الافقي، وفي خط رأسي يفصل الوجه. اول دايرة بعملها في منتصف الخطين بالظبط اللي انا عاملهم كده، وابدأ ان انا ابدأ ارسم دايرة شمال ودايرة على اليمين. الدايرة اللي في النص بتبقى أصغر من الدايرتين دول عشان دي بتبقى نزلة الفم، ونزلة الفم زي ما انتم شايفين وعارفين بتبقى نزلة أقل من وسط العينين. كده أنا رسمت رسمة، حطيت دايرة تالتة رابعة تحتيهم والدايرة الخامسة اللي هي تحت الدايرتين. زي ما انتم شايفين الشكل اهو، 3 دوائر على الخط الافقي وثلاث دوائر على الخط الرأسي. نبدأ نرسم مع بعض. اول حاجة نبدأ نعمل الحاجب من فوق كده اخر الدايرة، نعمل الحاجب زي ما انتم شايفين كده اهو، ونعمله من فوق كده اخر الدايرة من فوق بالظبط. ودي طريقة سهلة جدا يا جماعة للرسمة البورتريه. بعلمكم فيها النهاردة الحلقة ديت، بعلمكم ازاي نرسم بورتريه بسهولة جدا وبمواصفات سهلة وبشكل سهل جدا وسلس عشان نبدأ نرسم بورتريه مع بعض. واحنا لحد دلوقتي يا جماعة والله يعني احنا لحد دلوقتي بالظبط ما رسمناش بورتريه على شكل بورتريه حقيقي او صحيح او سليم بالظبط زي البورتريه اللي احنا بنرسمه من اي رسمة قدامنا. احنا لحد دلوقتي بنعمل خطوات رسم البورتريه على كذا خطوة وعلى كذا طريقة. وزي ما انتم شايفين انا برسم العين الشمال والعين اليمين جوه الدايرتين بحيث ان الخط الافقي بينتصف العينين الاتنين عشان تطلع العينين زي بعض وقد بعض. ويا فنانين زي ما انتم شايفين كده العينين ممكن تطلع واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة صغيرة واحدة كبيرة. انا بعلم بس رسمة الوجه ازاي والحركة اللي احنا بنعملها بالتلات دوائر والست دوائر اللي احنا شغالين بيهم دلوقتي. هما 5 دوائر بالظبط، 3 بيبقوا من فوق والاتنين بيبقوا من تحت التلات دوائر. بناخد المثلث بتاعنا زي ما انتم شايفين كده عشان نبدأ نحدد الأنف من فوق. وانزل بالأنف في آخر الدايرة التانية اللي تحت الدايرتين اللي هي تعتبر الدايرة الأولى تحت الدايرة تحت الثلاث دوائر. ده مكان الأنف بالظبط. وباجي اخد الجناب بتاعت الانف بتاعتي عشان انا ابدأ ان انا اظبطها واحررها. واجيبها تلقائية شوية وابدأ ان انا اعمل تهشير بتاعي بحيث ان انا ابدأ ان انا اعمل تهشير زي ما انتم شايفين كده بهشرها عشان اسيح واوريكوا ازاي برسم الانف تحت العينين بالظبط.
هاجي هنا ارسم نين العين في النص كده زي ما انتم شايفين، برسم نين العين الناحية التانية. نين العين ده هيبقى كبير شوية معلش، عشان انا بعلمكم ازاي نرسم البورتريه بطريقة سهلة، ما بطلعش بورتريه قمة في الرسم، لا انا بعلمكم طريقة رسم بورتريه بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي هي بتاعت الخمس دوائر انا بوريها لكم. ولحد دلوقتي انا برسم بورتريهات بطرق مختلفة، بس لسه ما رسمتش بورتريه زي ما الكتاب بيقول، لا انا برسم بورتريه لتعليم بورتريه، ازاي ان انا ابدأ اشتغل على نفسي واعلم نفسي، وانتوا هتطلعوا احسن من الشغل ده لو بدأتوا تشتغلوا بايديكوا واحدة واحدة. انا عاوز اوصل بيكوا لدرجة ان انتوا تعرفوا ازاي تحددوا مكان الانف ومكان العينين ومكان الفم بطرق مختلفة. عاوزكم تتعلموا معايا ازاي تبدأوا تطلعوا ملامح البورتريه، مش بورتريه، لا ملامح البورتريه، لان احنا لحد دلوقتي بنتعلم لسه لحد دلوقتي البورتريه بيشتغل ازاي وبعمله ازاي بكام حركة. اشتغلنا بطريقة لوميس، عملنا طرق كتيرة، ودلوقتي بنشتغل بطريقة تانية وفي طرق تانية كتير هدربكم عليها بعدين، بحيث ان انتوا تبدأوا تعملوا ازاي بورتريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جيت هنا عند الفم، خدت الخط اللي في المنتصف وحررته معايا بشكله اللي انا عاوزه، باخد الخطوط من فوق لتحت اللي هي الوهمية اللي انا بشتغل عليها، فين بداية فتحة الفم وفين نهاية فتحة الفم، بحيث ان احنا لما نيجي نتعلم ونبدأ نشتغل على بورتريه هناخد ازاي فتحة الفم بتبدأ من اي حتة بالظبط في النن بتاع العين، وكل شكل وليه نظامه ورسمه، مش كل الاشكال زي بعض، مش كل الوشوش زي بعض. المقاسات اللي هي بتبقى عندي في البورتريه الموجود الحقيقي قدامي بنزل نفس المسافات وبنفس الخطوط الطويلة اللي انا بعملها العادية، بنزل بشوف الفم فتحة الفم بتبدأ منين، من عند اني حتة في العين واني مكان بالظبط كده. انا عملت الفم زي ما انتم شايفين، الشفاه الاماميه الفوق والشفاه اللي تحت، وابدا اعمل دايره تحت رسمه الفم، دايره وهميه دايره وهميه. عشان ابدا ان انا اطلع بالوش بتاعي من تحت الدايره الوهميه اللي انا عاملها، وفي الاخر يا جماعه انا بمسح الدوائر دي عشان ابين واظهر الشكل. بس في اخر الفيديو هتشوفوا ازاي انا رسمت صوره فتاه بطريقه الخمس دوائر، ثلاث دوائر على الخط اللي في النص ودايرتين تحت الثلاث دوائر بتبدأ من تحت الدايرة في المنتصف. ببدأ أظلل الشكل بتاعي وأبين لكم إزاي أنا بطلع بورتريه، بس هو مش بالظبط بورتريه فعلي، لا أنا برسم منظور وبرسم منظر بحيث إن احنا نخرج منه بشكل بورتريه، بس طبعا الرسم باخد مقاسات الرسم اللي قدامي، مقاسات الرسم اللي قدامي. ويا جماعه
انا بحب ان انا اقول لكم على حاجة، ارسم من صورة حقيقية، ما ارسمش من صورة مرسومة. الصورة المرسومة باخطائها هتخلي اخطاء اكتر معايا انا. لما اجي ارسم صورة من صورة مرسومة، لو فيها خطأ هيبقى في خطأ اكبر عندي. انا بحاول ان انا اظلل الشكل واطلع شكل عشان يبدأ يبقى شكل طبيعي لبورتريه طبيعي. وخليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان تشوفوا الخطوات اللي بشتغل عليها وبشغل عليها ازاي بطلع الوش اللي انتوا شايفينه قدامكم. انا هنا بحاول ان انا اضيق الملامح بتاعه الوجه عشان اقدر اقصر الفيديو، عشان هي الطريقه كلها في الثلاث دوائر اللي انا عملتهم والدائرتين اللي تحت الدائره اللي في المنتصف. بعمل احداثيات، بمعنى ان انا بعمل احداثيات، بوريكم شكل بورتريه انا بعمله ازاي بالدوائر. هنا هبدا امسح الدوائر عشان اكمل تظليل الشكل بتاعي. وطبعا مع مسح الدوائر بمسح رتوش بعملها في الرسمه بتاعتي، ببدا ان انا اتقلها بعد كده عشان ابين لكم الوجه. بس ابدأ اخد الخط اللي فوق العين اتقله عشان يظهر لي العين، واخد الحدبة بتاعت العين برضو اتقلها عشان تظهر العين. انا بظهر شكل بس يا جماعة، انا عملت رسمة بطريقة معينة ببدأ اظهرها قدامكم بشكل بورتريه. بس احنا طبعا سابين النسب وسابين كل حاجة، بس اهم حاجة عندنا الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها. هنشتغل بيها ازاي؟ دي اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا بنتعلمها. وانا بعلمكم رسم، مش برسم لكم بورتريه. يعني بعلمكم ازاي تشتغلوا على بورتريه انتوا عايزين ترسموه وحابين تعملوه. وزي ما قلت لكم احنا بنرسم رسومات من صور حقيقية عشان أطلع المسافات والمساحة كلها الكافية. وأبدأ أشتغل عليها. هنا أنا ببدأ أظلل وابين واظهر الملامح بتاعه الانف زي ما ظهرت ملامح العين، وهرسم وهظلل برضو ملامح الفم، وبعمل الحواجب دلوقتي زي ما انتم شايفين اهي كده، بقلل كثافه الشعر بتاع الحاجب، بزود كثافه الشعر، لان دي كلها دروس تعليميه فقط لا غير. اعمل السواد اللي تحت العين، السواد اللي فوق العين بطريقة عادية جدا. الرموش بتاعت العين بطريقة برضو عادية، لان كل شكل وكل منظر انا بعمله وبرسم صورة من صورة حقيقية، ببدأ ان انا اخد المسافة والمساحة بالظبط اللي انا بعملها. اهم حاجة في الدرس بتاعنا النهاردة اللي احنا عملناه، التلات دوائر والدائرتين اللي هما تحت الدائرة اللي في المنتصف دي، اهم حاجة احنا شغالين عليها.
أنا بظهر دلوقتي ملامح الوجه بتسيح الألم فقط لا غير، طبعا عشان ما مش قدامي بورتريه كامل أو صورة حقيقية برسم منها، أنا برسم من خيالي كل ده عشان أعلمكم طريقة رسم البورتريه إزاي بالتلات دوائر اللي أنا قلت عليهم. وهبدأ برضو ان انا اظلل الوجه تظليل خفيف عادي بحيث ان هو يظهر بس الشكل المبدئي للرسمة بشكل عادي جدا، وبرسم رسمة عادية جدا بس بظهر فيها الطريقة بتاعتي اللي انا بعلمها لكم النهاردة واللي انا قلت لكم عليها، ان انا بعلمكم طريقة رسم بورتريه، ازاي نرسم بورتريه بطريقة ثلاث دوائر ودائرتين تحت الدائرة اللي في المنتصف، بحيث ان انا اشتغل بخمس دوائر بس، اتقل الفم شوية، اغمق العين شوية، اوسع العين، اكبر العين، اضيق العين، انا ببدأ ان انا اشتغل معاك واحدة واحدة عشان اعلمكم رسمة بورتريه بالطريقة اللي انا قلت عليها. انا ممكن في الفيديو يا جماعه ان انا اقف عند كده واقف عند الحد اللي انا واقف عنده واللي انا بعمل فيه ده الفم وخلاص، واظلل شويه التظليل دي وخلاص، لا، بس انا حبيت برضو ان انا اكمل لكم البورتريه لحد الاخر عشان ابين لكم ان هي ازاي طلعت بورتريه بجد بطريقه سهله وبسيطه نقدر نعملها اي واحد فينا يقدر يعملها، وانا عاوزكم تتدربوا وتتعلموا يا جماعه. زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه، باخد الدوران بتاع الجبهه بايدي بالظل بس عشان اخد من عليه الشعر اللي هعمله، هعمله ازاي، واخد الجبهه اظلل الجبهه عشان اطلع بشكل كويس يليق بان هو بورتريه. ابدا بقى في الوقت في خطوات الشعر اللي هنزله من البورتريه بتاعي، شعر عادي بس انا هوريكم برضو ازاي برسم الشعر من تحت لفوق ومن فوق لتحت. باخد بورتريه عادي جدا، بعمل شعر عادي جدا، وهكمل لكم الشعر برضو، وهاخد هنا برضو حاجة هعلمها لكم ازاي نبدأ نرسم الشعر من اول من منتصف الرأس من فوق، ازاي نبدأ نشتغل على شعر في منتصف الرأس من فوق وانزل ازاي بيه بالخصل بتاعتي وادرجها على الوجه. زي ما انتوا شايفين انا برسم لكم شعر البورتريه عشان ابين لكم تفاصيل الشعر بس، ازاي انا هرسم شعر البورتريه، بس طبعا مش هو ده البورتريه اللي انا عاوز اعمله دلوقتي. هعمل اذن واحده عشان اعلمكم ازاي الاذن بتشتغل، بتبدا منين وبتنتهي فين. يا جماعة الأذن تلات أرباع أو 90% من الصور الأذن بتاعته بتبدأ من الحاجب،
من خط الحاجب وتنزل لحد اول خط الانف. من تحت الانف كده باخد خط لبره للوجه وابدأ ان انا ارسم اخر الاذن، ومن فوق من اول خط الحاجب كده ابدأ ان انا ارسم من فوق الاذن من اول لفوق. وياريت تكون الطريقة عجبتكم، وعاوزها تعجبكم ان شاء الله، وتبدأوا تشتغلوا عليها وتتدربوا بيها وتتدربوا عليها واحدة واحدة. فنانين هتعرفوا ترسموا بورتريه بالطريقة اللي انا عملتها، ومع بعضينا هنرسم بورتريهات كتير قدام شوية كده. هنرسم بورتريهات من موبايل، من صورة حقيقية، وهوريكوا ازاي برضو بنشتغل عليه على التفاصيل، وازاي بنحيي ورقة بيضة بورتريه بشكل كويس لواحد صاحبك، لصديقك، لأختك. وانتوا زي ما انتوا شايفين عملت الرقبة، باخد تفاصيل فستان كده خفيف، مش باخده كله، بعمل خطوط الرقبة، بعمل تهشير من تحت الرقبة عشان تطلع الرقبة ظاهرة، الوجه ظاهر ازاي من على الرقبة. كل اللي انا بعمله ده اظهار لبورتريه بس. اما الطريقة اهم حاجة عندي، الطريقة ازاي هنعمل بورتريه بالطريقة اللي انا عملتها، ان انا اعمل خطين، واحد افقي واحد رأسي. الرأسي بيعتبر ان هو قاسم البورتريه، والافقي بياخد من اول العين، الافقي العين، والرأسي اللي هو بيقسم الوجه نصين، عين يمين عين شمال، والانف تبقى نصين، نص من يمين الخط ونص على شمال الخط، والفم نفس الطريقة ويبقى نص على يمين الخط ونص التاني على شمال الخط، زي ما انتوا شايفين لما رسمناها وعملناها. وبحفظكوا طريقة، مش بحفظكوا شكل بورتريه، مش بحفظكوا بورتريه، لا، احنا بحفظكوا طريقة عشان تبقوا احسن في اي بورتريه انتوا عايزين تعملوه. والتظليل زي ما انتوا شايفين انا بظلل عادي جدا، خطوات عادية عادية جدا جدا جدا. ويا جماعة انا بعلم مبتدئين طرق كتيرة مختلفة ازاي نرسم بورتريه مع بعضينا. طبعا هعمل الشعر، بقية الشعر من الناحية التانية، واجب المساحة بتاعتي امسح اللي عملته في النص ده العينين، وابدأ ان انا اسيح اللي في وسط العينين، اللي في وسط الانف ومعايا الانف ومن تحت العينين كده، اسيح عشان اظهر العين واظهر الحاجب فقط لا غير، اظهار فقط لا غير. بعد كده يا جماعة ان شاء الله هنرسم بورتريهات كويسة جدا بدرجة عالية جدا، واعلى من الدرجات اللي احنا بنعملها دي، بس بخطوات قليلة عشان تكونوا انتوا اتعلمتوا معايا الخطوات ازاي رسمنا خطوات، ورسمنا عملنا ايه، وعملنا خطوات ازاي نرسم بيها، اتعلمنا كام رسمة وكام طريقة. الطرق اهم حاجة في شغلنا احنا، طرق الرسم، ازاي نشتغل بطرق معينة وكتيرة، بطرق مختلفة، نرسم بورتريه على قدينا بطرق مختلفة، وبطريقة اخف من طريقة، وبطريقة اسهل من طريقة. طبعا طريقة لوميس بتبقى صعبة شوية على الناس المبتدئين ان هم يتعلموا لوميس من اول مرة،
لازم يشوفها مرة واثنين وثلاثة. وحلقاتنا كتير فيها لوميس، حلقات كتير. وهنا بعمل بقيه الشعر بتاعي اللي احنا قلنا عليه، باخد شكل حلزوني كده الاول، شكل بدايه الشعر ونهايته، ببدا ان اشتغل على الشعر من جوه بطريقه سهله مش صعبه خالص. اهم حاجه ان انا علمتكم طريقه ازاي ترسم بورتريه بطريقه الثلاث دوائر او الخمس دوائر زي ما احنا قلنا. والحلقات الجايه ان شاء الله هنرسم بورتريهات احسن من كده بكتير، وبطريقه تانيه وتالته ورابعه، ومع قناه فن الرسم لحاتم المصري هتتعلم كتير، هنتدرب كتير مع بعضينا، هنتدرب وهنشوف احنا عملنا ايه ووصلنا لحد فين. وانت مع نفسك هات ورقه وقلم وارسم بورتريه مره، ارسم بورتريه مره بثلاث دوائر خمس دوائر زي ما انتوا شفتوا نعملها ازاي ونشتغلها ازاي. وزي ما انتوا شايفين احنا عملنا ايه، خمس دوائر وخطين بس، طلعنا منه شكل بورتريه. هو مش شكل بورتريه حقيقي، لا هو شكل بورتريه اعرف ارسمه ازاي. انا كمبتدئ لازم اعرف ارسم بورتريه ازاي، بطريقه دوميس، بطريقه تانية، بالطرق اللي انا بعملها وبحفظها لكم، وبطريقه واحده واحده. الطريقة سهلة واي واحد ممكن يرسم بورتريه بالطريقة السهلة دي، وانتوا احسن مني في الرسم البورتريه، حاولوا ترسموا بورتريه عشان يطلع بورتريه شكله كويس بخطوات قليلة، بشكل يكون ملحوظ بالنسبة لكم ان انتوا ازاي بطريقة او طريقتين اتعلمتوا معايا ازاي ترسموا بورتريه. وعاوزكم يا جماعة تتابعوا حلقاتي كلها، حلقاتي كلها وحلقة حلقة، وياريت التعليقات واللايك والاشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد. وعلق زي ما انت عاوز، اسأل زي ما انت عاوز اي اسئلة، انا تحت امر اي حد في اي سؤال يسأله، حاجة مش عارفها يقول انا عاوز اعملها اعملها له، اوريها له في الحلقة، في اخر الحلقة ممكن انا اخصص وقت ان انا اعمل اللي انتوا عاوزين تعرفوه. ولو ما عجبكمش قولوا لي لا مش ده مش حلو، انا عاوزين احلى، اعلمكم طريقه احسن واعلى. وانا عاوز يطلع من تحتية ناس تعرف ترسم، تعرف ترسم مش شرط بورتريه، لا في رسومات حيوانات وفي مناظر طبيعيه. واحنا داخلين على موسم رمضان ان شاء الله في رسومات جميلة جدا، فنانيس وفوانيس ورسومات طبيعية، رسومات شارع بحركات رمضان بشكل رمضان، حلقات جاية كتير وجميلة جدا. عاوزكم تتابعوني على طول عشان تشوفوا فيديوهات وحلقات جميلة جدا ومثيرة جدا، وانا معاكم لحد النهاية. وانا بعجب بالتعليقات بتاعتكم والله، يعني بتعجبني تعليقاتكم، في ناس بتعلق عليا بكلام عاوزه تعرف حاجه، تعرف اي حاجه، باجي في اخر الحلقه احنا عاوزين نعمل حلقات بعد كده. الاسئله كلها يا جماعه احنا نجمعها في حلقه ونبدا نرسم لكل واحد عاوز حاجه اعملها له في اخر الحلقه بعد الدرس اللي احنا هنعمله، نبدا نعلمكم اللي انتوا عاوزينه. اللي يسأل سؤال يسأله وانا جاوب عليه، وبعد كده ان شاء الله ربنا سهل الحلقات اللايف نعملها، نعمل حلقات لايف، واللي عاوز يخش يسأل ان شاء الله قريب نعمل لايف وندخل الناس كلها في اللايف، وقبل ما نعمل اللايف هنعرض عنه. ورسومات رمضان
داخل علينا ان شاء الله بموسم كويس جدا، فوانيس وفنانيس وبهجة الشوارع في رمضان ازاي، ونبدأ نشتغل على بعض مع نفسينا ومع بعضينا كل جديد، كل جديد هينفعنا وهنشتغل عليه. عاوزكم بس تتابعوني، وبالتعليقات اللي انتوا عايزين تعرفوه علقوا عليه وقولوا لي احنا عاوزين نعرف كذا او نعمل كذا، انا برضو اخصص اخر الحلقة كل اجابات الاسئلة اللي انتوا هتسألوها. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وان شاء الله نتقابل قبل رمضان 24 برسومات جديدة لرمضان فوانيس وفنانيس مع قناة فن الرسم حاتم المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.